خبر من الجماعه المصورين دلوقتي بيقولوا شافوا عربيه تتصل ب 125 لو لقيت الميه فيها اي يعني تعكير او اي شيء تتصل برقم 125 خدمه من الدوله. وده حاجه كويسه جدا. الحاجات الكويسه لازم نقولها يا جماعه. هيبعتوا لكم عربيه تكشف على الميه ولو كان قول علي صوتك في خلال ساعة. في خلال ساعة؟ لا 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 ده احنا انتقلنا نقل حضرية نوعية حضرية حضرية. نقل حضرية. لا لو بجد بجد يستحقوا التحية. تحية ويا ريت اطلب لي 25 125 دلوقتي قول لهم عندنا كوباية مية معكرة. ايه؟ وزير الري يبقى مشكور جدا 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 لو هذا يحدث. هذه نقلة نوعية في الخدمات بالنسبة للشعب المصري. عموما الاختبار بالنسبة لنا أهل بلجيه وجميزة بلجيه اللي بيشربوا مية صفرة حتى اليوم هيتصلوا من دلوقتي لغاية البرنامج اللي جاي ب 125 و26 و27 و33 باللي أنت عايزه. وهاجي الحلقة الجاية وجاي معايا عينة من عند جميزة بلجيه وبلجيه. لا تصدق. طيب عند جميزة بلجيه؟ جميزة بلجيه اه. جميزة اللي بيموت فيها الأطفال وبيحصل لهم تسمم تقريبا بشكل دوري. اطلبوا لنا 125 عشان أنا أقول لهم على الهوا إحنا عايزين نبلغ على جميزة بلجيه. على الهوا. اطلبهم لي. يا رب بس يردوا. إن شاء الله يردوا. مرسي خلال كلماته بتركيا الجيش حمى ثورة 25 يناير والمعابر مفتوحة لكل ما يحتاجه أهل غزة. والرئيس لن نهدأ حتى يزول النظام السوري والربيع العربي ما زال بحاجة للدعم التركي. أكد الرئيس محمد مرسي أن القوات المسلحة حمت ثورة 25 يناير ضد الطغيان في مصر وأكد على دعم مصر وتركيا للقضية الفلسطينية لافتا إلى أنه لن يتوقف أبدا عن مد العون لأهل غزة والضفة الغربية وأن المعابر مفتوحة لكل ما يحتاجه أهل غزة من غذاء ودواء. معانا 125 على الهواء. ألو الو الو اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. انا دكتوره هاله سرحان بكلمك على الهوا من برنامج ناس بوك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. الصوت بعيد جدا لو تسمحي. طيب انا بعلي صوتي اهو. سامعني؟ تمام اتفضلي. احنا سعداء جدا بالخدمه الجديده وده خبر سعيد ان انتوا رديتوا علينا الخط العاجل 125 وان انتوا بتبعتوا سياره تكشف على الميه لو كانت الميه معكره او في حاله سيئه بتتدخلوا على الفور. الاستاذ حضرتك اسمك ايه؟ الاستاذ محمد شبان. اصل انا الاستاذ محمد شبانه أيها. معايا وبيقول عايز يبلغ. ابلغك عن قريه جميزه بلجيه مركز المنصوره بان فيها ميه. مركز المنصوره محافظه ايه لو تسمح؟ المنصوره محافظه ايه؟ المنصوره محافظه الدقهليه. طب سيادتك احنا هنا شركه مياه شرب الصرف الصحي بالجيزه. يعني الموضوع ده خاص بالجيزه يعني؟ لا صدق الشركه هنا الجيزه. احنا عندنا كل محافظه 125 من داخل المحافظه بيوصلك على الشركه اللي انت تبعها. يعني طيب. سيادتك لو بتطلب من الجيزه هتيجي على هنا او من اكتوبر هتيجي خط الجيزه. طيب. لازم تطلب من الدقهليه 125. حاضر. لازم تطلب من الدقهليه؟ انا رايح الدقهليه الليله وهطلع. حضرتك في البرنامج دلوقتي اكيد في اكتوبر صح؟ ايوه. تمام كده داخل محافظه الجيزه اما بتطلبي 125. طب وحياتك تقول لبتوع الدقهليه ردوا علينا ما انتوا 125 زي بعض. لا يا فندم احنا كل محافظه شركه الوقت. طب هم مش سامعيننا دلوقتي في التلفزيون. حضرتك اسمك ايه؟ عوني محمد. شركات. اهلا يا استاذ عوني. شركات. اتمنى اشكر استاذ عوني وبنحيي الجيزه لسرعه ردها علينا ودي خدمه رائعه وانا بشكرك عليها. بنحطها للمشاهدين مره اخرى 125 اي مشكله في الميه. الشركه دي تبع مين؟ الشركه دي تبع مين 125 دي يا استاذ عوني؟ ايوه يا فندم بتقول ايه؟ الشركه دي تبع مين 125؟ 125 احنا تبع شركه القبضه ولكن هنا شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه الخط الساخن لمياه الشرب بالجيزة. يعني دي شركه الحكومه يعني؟ تمام يا فندم. اه 100 طيب عشان تطلبي الدقهليه لازم خط مباشر من الجيزه تطلبي بيه الدقهليه. حاضر. حاولوا تجيبوا لنا الدقهليه. او العميل اللي مع حضرتك بس وحياتك لو قدرت تكلم الدقهليه قول لهم بلغهم بالنيابه عننا. اتوسط لنا يا حاج عوني. اتوسط لنا عندهم. قريه ايه بقى؟ جميزه بلجيه مركز المنصوره. قريه جميزه بلجيه مركز المنصوره. شكرا وهنحاول. يا بتوع الدقهليه ردوا علينا بقى. حد يرد علينا. ما ينفعش تتصل. بيقول لك اطلبيهم من خط ارضي. اطلبوهم من خط ارضي.